طيب احنا دايما بنتكلم عن علاقة هنا الفن بقى بالنادي الاهلي، دي زي ما نقول كده علاقة حاضرة بس في كل الفعاليات وكمان على مر تاريخ النادي، حفلات زمان كنا بنتابعها ودلوقتي ما زالت مستمرة برضو بعد هذه الفعاليات، ويعني اللمسات اللي بتكون محترمة جدا. امبارح بقى كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والموسيقار عمر خيرت كانوا موجودين داخل مقر الاهلي بالجزيرة، ده كان في حضور مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي، وقام هنا بإهداء الخطيب طبعا قام بإهداء الموسيقار عمر خيرت درع النادي ده تقديرا ليه. اللقاء ده مين بقى حضره؟ كان كل من العمري فاروق نائب الرئيس، خالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرتجي، إبراهيم القفراوي، طارق أنديل، محمد الدماطي، محمد الجرحي، ومحمد سراج الدين أعضاء طبعا المجلس، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. الزيارة دي بقى وزيارة الموسيقار عمر خيرت للنادي الأهلي جاءت لتقديم التهنئة للكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بعد الفوز بلقب الدوري ده للمرة 42 في تاريخه، وعبر كمان عمر خيرت عن تقديره للنادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب مؤكدا أنه أحد المنتمين للنادي، وتمنى التوفيق لنادي القرن في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل بإذن الله. وأشاد أيضا الموسيقار عمر خيرت بالجهود الكبيرة اللي بيبذلها مجلس الإدارة على كافة المستويات لخدمة هنا الأعضاء والارتقاء بمنشآت النادي. ومن جانبه كمان رحب الكابتن محمود الخطيب بالموسيقار عمر خيرت وأكد أن أنه قيمة فنية كبيرة بتسعد الملايين ملايين المصريين والشعب العربي بفنه الراقي وذوقه الرفيع، وده كلام حقيقي جدا. يعني حفلات عمر خيرت اللي احنا بنشوفها اللي أنا من الناس اللي بحبها جدا يعني أو بحرص على أن أنا دايما أكون متواجدة فيها، احنا بنخش بنلاقي مش بس عرب على فكرة، احنا بنلاقي ناس من جميع أنحاء العالم جايين علشان يحضروا حفلات عمر خيرت، فدي حاجة في منتهى الاحترام. الصورة جميلة اللي شفنا من خلالها كابتن محمود الخطيب والفنان عمر خيرت. كابتن محمود الخطيب الرجل المحترم اللي بيمثل النادي الأهلي الكيان المحترم بيكرم دايما الفنانين المحترمين، صورة جميلة جدا جدا، وبنهني كابتن محمود الخطيب وطبعا وأكيد بنهني الفنان عمر خيرت.